هلو يا حلوين، شلونكم؟ معاكم أمير علي من قناة الجنسية الأمريكية مع أمير علي. هذا كتابنا لامتحان الجنسية، يحتوي كل الامتحان، مبسط وسهل وبيه كل شيء مقسم وبيه كلمات مفتاحية. هذا الكتاب الملون. عندنا كتاب تعليم اللغة العربية للأطفال، راح يساعدكم كلش، يعني تعليم أطفالكم راح تكون النسخة ملونة، بيها أمثلة وبيها الحروف، بيها تمارين وكل شيء. هذا الكتاب مال تعليم اللغة الإنجليزية، هذا للمستوى المبتدئ والمتوسط، وهذا كتاب تعليم اللغة الإنجليزية للمستوى المتقدم، يعني فوق المتوسط والمتقدم. راح تشوفون هذا يحتوي كلمات ويحتوي جمل أيضا، أهم الجمل اللي تساعدكم بحياتكم اليومية في أمريكا. وأيضا هذا كتاب امتحان CDL للشاحنات، هذا يحتوي على 3 أقسام المهمة للامتحان النظري: General Knowledge، Air Breaks، Combination. وعدكم هذا الكتاب لامتحان CDL للباصات، الباص العادي أو باص المدرسة، General Knowledge، School Bus، Passengers. هذه الأقسام اللي متاحة به. كل شيء طبعا، كل كتبنا تحتوي نفس الطريقة. تلقون الكتب تحتوي على السؤال باللغة الإنجليزية، طريقة النطق باللون الأحمر، كيف تنطق السؤال الإنجليزي بالحروف العربية، وأيضا عندكم الترجمة العربية، والجواب هو هذا، أي يعني answer، أي معناها answer مو فرع أي. كل سؤال راح تلقون أي يعني answer، مباشرة الجواب الصحيح. تحياتي لكم، أخوكم أمير علي، وإذا حبيتوا تتواصلون معي موجودة كل التفاصيل، دخلون على موقع amirusa.com أو تسوون فحص سكان لهذا الكود، أو تتصلون على رقمي بشكل مباشر اللي هو 615-821-4262 615-821-4262. تحياتي، أخوكم أمير علي.